السلام عليكم. محاضرة بعنوان تنظيم المصادر باستخدام برنامج الإند نوت. هذه المحاضرة راح نتعرف على برامج تنظيم المصادر بشكل عام، والهدف من برنامج تنظيم المصادر وشنو سبب استخدامه، ثم ننتقل إلى التعرف على نوافذ برنامج الإند نوت وما هي مميزات هذا البرنامج. ننتقل إلى كيفية إنشاء مكتبة وطريقة إضافة المصادر المختلفة وما هي أنواع المصادر، ثم بعدها كيفية إضافة مصدر من خلال برنامج الوورد إلى الورقة البحثية اللي جاي نكتبها، أو مثلا إلى التقرير أو إلى الأطروحة اللي جاي يتم تنظيمها، ثم كيفية البحث عن مصدر معين والاقتباس من هذا المصدر ووضعه داخل قائمة المصادر الخاصة بنا، ثم كيفية تعديل نمط مصدر معين أو كل المصادر بشكل عام، والبحث عن مصدر وتعديل المعلومات الخاصة به، أو أحيانا حذفه في حال عدم رغبتنا بوجود هذا المصدر داخل قائمة المصادر. بشكل عام فائدة كل برامج إدارة وتنظيم المصادر هو تنظيم عملية الاقتباس داخل الورقة البحثية، وضع المصادر بشكل منظم، وتهيئة نمط المصادر بدون الحاجة إلى تعديل كل مصدر على حدة وتعديل هذه المعلومات بشكل منفرد. لنفترض الآن عندنا ورقة بحثية، وداخل هذه الورقة البحثية عندنا 15 مصدر لابد من إضافتها، فعملية إضافة المصادر بدون استخدام برنامج راح تتطلب من عندنا عملية كتابة كل تفاصيل هذه المصادر بشكل منفصل ووضعها داخل الورقة البحثية، وفي حال أنه صار تعديل على هذه المصادر صار إضافة مصدر بين هذه المصادر 15، فرح نضطر لإعادة كتابة كل المصادر من جديد، أو بالغالب كل المصادر اللي راح يتم يعني وضع المصدر قبلها، يعني راح يتم إعادة الترتيب بشكل عام، إعادة تنظيم الاقتباس داخل الورقة البحثية من جديد، وبالتالي راح يكون الجهد كلش كبير. فدور برامج إدارة المصادر بشكل عام هو عملية تنظيم المكتبة الخاصة بالمصادر، عملية تهيئة النمط الخاص بالمصادر بشكل سريع بدون الحاجة لإعادة كتابة وتنظيم كل المصادر داخل الورقة البحثية. البرامج تختلف بين برنامج وبرنامج، هناك مميزات هناك عيوب. البرامج الشائعة اللي هي برنامج المندلي، الإند نوت، الريديكيو، بيبرز، الزوتيرو، الإيزي بايب، الكل تقريبا تتفق بالنقاط المشتركة اللي هي تنظيم المصادر، تنظيم نمط المصادر. بالأغلب الكل تقوم بمشاركة المكتبة بين المستخدمين حتى تسهل عملية الوصول لكل المصادر بدون الحاجة لإرسال المصدر على حدة بشكل منفرد. الكل أيضا تتفق تقريبا على نقطة مزامنة المكتبة، بحيث إذا تم إضافة مصدر على أحد الأطراف أنه أكثر من شخص يشتغل على نفس المكتبة، فبالإمكان يتم مزامنة هذه المكتبة بين الكل. ولكن نقاط الاختلاف هي بطريقة الاستخدام، بسهولة الاستخدام، بالمميزات الخاصة من ناحية الأمور اللي يقدمها برنامج على حساب برنامج آخر. فتوجد برامج مجانية مثل مندلي، زوتيرو، توجد برامج لا بمقابل مادي مثل إند نوت وإيزي بايب، وتقدم من خلال هذه الإضافة المادية اللي تكون مقابل الخدمات اللي تقدمها، تقدم فد أشياء ما تكون موجودة في البرامج الأخرى. فيبقى قضية اختيار البرنامج يعتمد على الباحث نفسه،
ومدى تقبله لسهولة الاستخدام الخاصة بالنوافذ. الآن ننتقل إلى برنامج إدارة المصادر الـ EndNote الـ X7 ونشوف شنية مميزاته، شنية النوافذ الخاصة به، وكيفية خلق مكتبة داخل هذا البرنامج. أثناء فتحنا لهذا البرنامج، طبعا بعد ما ننصبه داخل حاسبتنا، التنصيب الاعتيادي لأي برنامج راح نلقاه موجود من خلال قائمة Start، ثم نبحث عن البرنامج راح نلقى موجود هو الـ EndNote كبرنامج منفصل. أو بالإمكان بعد تثبيت هذا البرنامج، بالإمكان أيضا أنه نفتحه من داخل برنامج الوورد، باعتبار أنه بعد تنصيبه ضروري جدا نتأكد من إضافته داخل برنامج الوورد، حتى نتأكد من إضافته داخل برنامج الوورد بعد التنصيب. طبعا تتم عملية إضافته بشكل تلقائي بعد إكمال عملية التنصيب، حيث يطلب أنه إغلاق برنامج الوورد في حال فتحه أثناء عملية التنصيب حتى يضمن وجود هذا البرنامج بعد إكمال عملية التنصيب وإضافته كشريط مخصص لإدارة المصادر داخل برنامج الوورد. راح نلاحظ من خلال فتحنا لأي صفحة داخل برنامج الوورد بعد إكمال تنصيب الـ EndNote X7 راح نشوف موجود قائمة مخصصة ضمن شريط القوائم الخاصة ببرنامج الوورد، قائمة مخصصة لبرنامج الـ EndNote X7. هنا راح نضمن وجود وتنصيب البرنامج بشكل صحيح. الآن لنوافذ برنامج الـ EndNote X7 راح يتكون مجموعة من النوافذ، شريط القوائم اللي موجود القياسي لأغلب البرامج، ثم شريط الأدوات الخاصة ببرنامج الـ EndNote السريع، ثم شريط مخصص أو نافذة مخصصة للمكتبة، ونافذة مخصصة لعرض المصادر اللي تكون بالوسط، ونافذة أيضا مخصصة لعرض كل مصدر على حدة وعرض معلومات هذا المصدر. احنا اثناء فتحنا للبرنامج برنامج الـ EndNote بشكل اولي راح يطلب من عندنا خلق مكتبة. في حال عدم طلب هذا الشيء فيفترض خلق المكتبة بحيث تكون هذه المكتبة مخصصة لهذه الورقة البحثية اللي مستقبلا راح يتم مشاركتها مع الباحثين الآخرين. طريقة خلق المكتبة من خلال فايل نيو، ثم نحدد اسم المكتبة اللي على أساسها راح يتم وضعها داخل الورقة البحثية وراح تكون مرتبطة مع الورقة البحثية. فمثلا نخلي اسم المكتبة بالاسم اللي على سبيل المثال راح أخلي الاسم بهذا هاي التسمية. فنتأكد بعد خلقنا لهذا الملف اللي راح يكون امتداده EndNote Library ENL يكون مخصص لخزن كل المصادر، وبنفس الوقت راح يتكون عندنا فولدر بنفس الاسم بامتداد داتا. هذا الفولدر مع هذا الفايل لابد في حال إرسال المكتبة وإرسال معلومات هذه المكتبة لشخص آخر بدون استخدام خيار المشاركة، في حال أنه رغبتنا بإرسال هذه الملفات لابد أنه نرسل هذا الملف وهذا الفولدر حتى نضمن وصول كل التفاصيل الخاصة بالمصادر ومكتبة المصادر حتى يتم فتحها بشكل صحيح. فبعد خلقنا على سبيل المثال عندنا مكتبة سابقة باسم My Library، حتى نشوف المثل اللي هو نشوف الفولدر اللي باسم mylibrary.data، فهذا الفولدر المخصص للمكتبة المسمات My Library. بنفس الوقت راح نشوف الفايل اللي هو اسمه mylibrary.enl، فضروري أثناء عملية إرسال الملف الخاص
المكتبة يتم إرسال الملف مع الفولدر اللي يكون بامتداد دوت داتا. الآن نتعرف على النوافذ الأساسية بشكل عام. النوافذ الخاصة ببرنامج الإندنوت بعد عرضها بشكل سريع. الشريط الخاص بشريط الأدوات راح يتكون عندي من مجموعة من الأزرار. طبعا كل زر يكون داخل هذه الأزرار بمجرد ما يتم التأشير عليه راح يعطينا فتح شرح مصغر عن هذا المفتاح الخاص بشريط الأدوات الخاصة ببرنامج الإند نوت. فعلى سبيل المثال نشوف من خلال هذا الزر راح يحدد لي انه طريقة عرض المصادر داخل المكتبة هي باستخدام اللوكال لايبراري مود اللي يكون عرض المصادر داخل الحاسبة وداخل نفس البرنامج، في حين بالإمكان عملية البحث على الإنترنت عن كل المصادر، وبالإمكان استخدام عملية البحث على الإنترنت وبنفس الوقت اللوكال لايبراري مود، يعني بالإمكان عملية الدمج بين الاثنين مثل ما نلاحظ بالشكل. من خلال هذا المستطيل بالإمكان نحدد طبيعة وستايل المصادر الناتجة، وهذا أيضا راح نتذكره بعدين أنه نحدد نمط المصادر. فبالغالب يتم طلب نمط معين لعرض المصادر، فعلى سبيل المثال IEEE أو مثلا APA 6 أو مثلا Annotated أو غيرها من المصادر اللي بالإمكان أيضا نختار مصدر آخر من الستايل الخاص بالمصادر. بالإمكان أيضا أنسخ للمكتبة الحالية من خلال هذا الزر، أنشئ مصدر جديد من خلال هذا الزر، وراح نشوف طريقة إنشاء المصادر وكيفية إدراج المصادر بشكل عام. بالإمكان أسوي عملية بحث أونلاين، بالإمكان أسوي استيراد للمصادر، أحيانا أحد طرق إضافة المصادر ما يعني نحتاج أنه نكتب المصدر بشكل يدوي لأن راح يأخذ من عندنا وقت. فعندنا الملفات على سبيل المثال ملفات الـ PDF أو فايل خاص بمكتبة سابقة أو مثلا قائمة مصادر معدة داخل ملف سابق، فبالإمكان إجراء عملية استيراد أو إجراء عملية تصدير لكل المصادر. بالإمكان إذا عندي مصدر كاتب معلوماته ولكن أريد أطلع على الفول تكست، فبالإمكان من خلال هذا الزر بالإمكان أفتح رابط اللي موجود داخل المصدر نفسه، بالإمكان أفتح فايل، بالإمكان أيضا أدرج اقتباس من خلال برنامج الإند نوت، وراح نشوف طرق إدراج الاقتباس. بالإمكان أرتب هيكل فهرس المصادر من خلال هذا الزر، بالإمكان مباشرة من خلال هذا البرنامج أذهب إلى برنامج الوورد، بالإمكان أيضا أزامن المكتبة مع الآخرين وأحدد مشاركة الأشخاص الآخرين وأدعوهم مع أنه أشارك معهم هذه المكتبة، وآخر شيء هو البحث والمساعدة وقراءة كل التفاصيل الخاصة ببرنامج الإندنوت. هذا بالنسبة لشريط الأدوات. بالنسبة لشريط اللايبراري راح نشوف الأجزاء الأساسية أثناء عملية كتابتنا للمصادر وكيفية إدراج المصادر وهيكلتها ضمن مجاميع حتى يتم تنظيم عملية كتابة المصادر بشكل عام وشكل مرتب حسب رغبة الباحث. كل المصادر راح تعرض حسب وجود المرفقات، يعني أحيانا المصدر يوضع مع الملف الخاص به مثل ككتاب أو كمقالة بحيث يتم قراءته بشكل مباشر من خلال البرنامج. أقدر أستعرض كل المصادر من خلال المؤلف والسنة وعنوان المصدر، التقييم، المجلة، وأيضا بالإمكان أستعرض من خلال آخر تحديث وطبيعة
المصدر حتى يتم طريقة عرض المصادر حسب الشكل اللي أنا أرغب. آخر نافذة اللي خاصة بالمصدر وعرض كل تفاصيل المصدر، عرض هل يا ترى موجود داخله مرفق أو لا، وبالإمكان أفتح كل المصادر اللي هنا وأطلع على المحتوى الخاص به. الآن راح نشوف طرق إضافة المصادر بشكل عام، ومن ثم بعد إدراج المصادر إلى المكتبة كيفية إدراج المصدر كاقتباس داخل برنامج الوورد.